لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أنكر المنكر ولا يهمني ما يحدث بعد ذلك، ليس هذا من فقه الشريعة في شيء، بل لا بد للإنسان أن ينظر ما الذي يترتب على هذا الأمر. انظروا أيها الإخوة، دخل أعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المسجد، فانتحى ناحية من المسجد، فماذا صنع؟ بال في المسجد، وهذا منكر عظيم. أين بال؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فماذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاموا إليه ليزجروه، لأن هذا منكر. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تزرموه. ثم لما فرغ من بوله دعا بذنوب من ماء فصب عليه، وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. الله أكبر أيها الإخوة، انظروا إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآل. هذا الرجل، هذا الأعرابي الذي بدأ يبول، لو أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر حال كونه يبول، ماذا يترتب على ذلك من المفاسد؟ سينحبس بوله، وفي هذا ضرر عظيم عليه. ثم قد يقوم يسير في المسجد فينتقل البول في أماكن كثيرة من المسجد، ثم قد ينجس نفسه وثيابه إذا قام فزعا، وهذه مفاسد عظيمة تترتب على هذا الإنكار. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنكار، وقال دعوه لا تزرموه. فلما فرغ من بوله أزال النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة هذا البول بأن أمر بأن يصب عليه ذنوبا ودلوا من ماء، ثم علمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيهاً في المآلات، عالماً بما يؤول إليه الأمر. فإذا كان يترتب على الإنكار منكر أعظم، فإنه لا يجوز له أن ينكر.